الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على عافية الأبدان وأمن البلدان، والحمد لله على بعثة خير الأنام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما في الوجود سواك رب يعبد ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأثرها رغبا ورهبا وكل الكائنات توحد. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم فصل عليه وأكرم به من نبي أمين هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بهديه صلوا على الهادي البشير محمد. وارض اللهم عن آله الطيبين وصحابته الطاهرين وعن الصحابيات وأمهات المؤمنين، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله فإنكم عليه تعرضون، أخلصوا له الأعمال فإنكم عليها محاسبون، واعلموا أن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وأنه من لم يعمل هنا ندم هناك. فلا تكن يا عبد الله ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه من اتقى الله وقاه، ومن سأله أعطاه، ومن توكل عليه كفاه. فاتقوا الله الذي إليه تحشرون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم أما بعد، فهذه قصة طفل ألمعي جمع المجد من أطرافه، دفعت به إلى الفضائل أم كريمة. والمجد صناعة نسائية، ووراء كل عظيم امرأة. الطفل يا عباد الله هو الصحابي الجليل أنس بن مالك الذي جاءت به أمه رضي الله عنها وعنه، قدمته للنبي عليه الصلاة الله وسلامه قائلة: هذا أنيس ليخدمك يا نبي الله، أدعو له يا نبي الله. فدعا له النبي عليه الصلاة الله وسلامه، فنال بركة في أولاده وبركة في أمواله، ونال تربية، فقد وضعته في أعظم محضن تربوي عرفته الدنيا في تاريخها القديم والحديث. ولا عجب، فهذا الطفل في صحبة رسولنا عليه الصلاة الله وسلامه. تشرف أنس بخدمة النبي عليه الصلاة الله وسلامه، ثم قال بعد 10 سنوات: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت ذلك. كم هو عجيب وكم هو غريب أن يصبر المربي على طفل ولسنوات 10. وأنس يقول: كان شأني كشأن الصبيان. بل ربما قال قائل: هذا صحابي وأنت تتكلم عن الصحابة وأطفالنا عبارة عن عفاريت. نحن نقول: الطفولة هي الطفولة. والدليل من كلام أنس الذي قال عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: أرسلني النبي في حاجة فقلت لن أذهب، عناد مع سبغ الإصرار، فقلت لن أذهب. ثم بعد ذلك خرج من عند النبي فوجد اللاعبين فشاركهم اللعب، تأخر على النبي عليه الصلاة والسلام وسلامه، بحث عنه فوجده في اللاعبين. هل زجره؟ هل ضربه؟ هل شتمهم؟ حاشاه،
وإنما دخل بين اللاعبين وغطى عيني أنس. قال: فالتفت فإذا رسول الله يبتسم، ثم قال: يا أنس، ماذا فعلت فيما أرسلناك لأجله؟ قلت: الآن أذهب. فانطلقت في حاجة النبي عليه صلاة الله وسلامه. قال أنس: وكان إذا لامني بعض أصحابه، وكان إذا لامني بعض أهله، لأن أنس يتأخر، أنس يتمرد أحياناً، يأتي والنبي عند عائشة، والنبي عند حفصة، فتقول هذه الزوجة: لماذا يا أنس؟ ولماذا يا أنس؟ فيقول نبي الرحمة: دعوه، لو قدر لكان. النبي لا يتأفف، النبي لا يعاتب، النبي لا يرضى أن يلام هذا الطفل الصغير. وهذه دروس عظيمة جدا في التربية ينبغي أن نصحبها، لكن الوقوف مع النبي ومع من صحبوه من الأطفال يحتاج إلى حديث طويل. أبدأ هذا الحديث بإشارة مهمة لأقول لكم إخواني وأحبابي: نبي الرحمة ما شغلته أعباء الرسالة ولا صعوبات المهمة عن أن يعطي الطفولة حظها وحقها من الرعاية والاهتمام. عليه صلاة الله وسلامه أحب الأطفال وأحبوه، ثم ناصروا شريعته وحملوا لواءها. أحبهم وأحبوه عليه صلاة الله وسلامه، دعا للصغار وهم في أصلاب آبائهم: لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. دعا لهم وهم في بطون أمهاتهم، كما فعل عليه صلاة الله وسلامه لأخي أنس من أمه عندما دعا لها فخرج ولد وخرج من صلبه 10 من الحفاظ لكتاب الله. اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بالصغار فحنكهم وسماهم. كان الطفل من الأنصار إذا ولد حملوه إلى نبي الرحمة عليه صلاة الله وسلامه فيحنكهم بأن يمضغ تمرة ثم يدلك بها مواضع الأسنان. أيضاً كانوا يحمل إليه هؤلاء الصبيان فيسميهم. قال أبو موسى الأشعري: ولد لي مولود فحملته للنبي عليه الصلاة والسلام فحنكه وسماه إبراهيم. وحمل النبي عليه الصلاة والسلام طفل، وكان نبي الرحمة في المسجد مضجع، فوضع هذا الصبي الطفل الوليد على صدره وأخذ يداعب هذا الطفل الوليد، فبال الطفل على صدر وبطن النبي عليه الصلاة والسلام. انزعج أهله، لكن نبي الرحمة لم ينزعج، لكن نبي الرحمة لم يروي هذا الطفل، لكن نبي الرحمة لم يعاتب هؤلاء الناس. ويقول الصحابي: وكأني أنظر إلى البول خطوطا على بطن وصدر النبي عليه صلاة الله وسلامه. إن رسولنا يعطينا درسا عظيما في كيف يكون الاستقرار النفسي، وكيف يكون الهدوء والتعامل مع هؤلاء الصغار، وكيف يكون هذا اللطف والتواضع في تعامله مع الصغار عليه صلاة الله وسلامه. كان النبي عليه صلاة الله وسلامه أيضا يحتفي بالأطفال الصغار، فكثيرا ما حمل إبراهيم وطاف به على الصحابة عليهم من الله الرضوان فرحا بولده الذي جاءه في عمر متأخر. والنبي عليه صلاة الله وسلامه كثيرا ما يدخل على الزهراء يسأل عن الحسنين: أثم لكع؟ فإذا جاءوا بعد أن تقوم بتجهيزهم يرتم عليه فيداعبهم ويلاطفهم ويقبلهم ويخرج لهم لسانه يهش لحمرته ثم ينزعه منهم عليه صلاة الله وسلامه. إنها رسالة عظيمة من أجل أن نقوم نحن بأدوارنا تجاه هذه الطفولة، تجاه الأطفال. فلا عذر بعد ما ذكرنا لإنسان إذا قال: أنا مشغول ولا وقت لي مع هؤلاء الصغار. والصغار هم نصف الحاضر لكنهم كل المستقبل. فإذا أردنا لأمتنا غدا أفضل من يومها الذي لا يسر أحدا، فما علينا إلا أن نحسن التعامل مع الأطفال، نلاطف ونداعب ونلاعب
كما كان نبي الرحمة عليه صلاة الله وسلامه، وكأني بالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى الصلاة ويمر على بنته زينب، فإذا أمامة رضي الله عنها تزعج أمها فحملها صاحب الرسالة إلى المسجد، حملها وهو الإمام. صدقوني يا عباد الله، كبر وهو يحمل أمامة، وهكذا ظل في صلاته يحملها إذا نهض ويضع الصغيرة إذا سجد عليه صلاة الله وسلامه. وهذا معنى عظيم نحتاج أن نقف عنده، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الدنيا كيف تكرم الأنثى. هؤلاء الذين يصلوا خلف النبي يومها كان فيهم من يدفن الأنثى وهي حية، ونبي الله يعلن التكريم والتعظيم والرفعة للمرأة من محراب الصلاة في أكرم عبادة وأكرم طاعة بعد التوحيد وهي الصلاة عليه صلاة الله وسلامه. فحق للمرأة أن تفاخر بهذا الدين الذي أكرمها أماً فجعل الجنة تحت أرجل الأمهات، وأكرمها بنتاً وأختاً فجعل الجنة مكاناً لمن أحسن للبنات والأخوات، وأكرمها زوجةً فقال خير الرجال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وأكرمها حفيدةً فحمل النبي أمامة في صلاته يرفعها إذا نهض ويضع الصغيرة إذا سجد. ولله در الإمام الشوكاني وقد سقطت العمامة من على رأسه فرفعها في الصلاة، فلاموه فقال لهم حمل العمامة أخف من حمل أمامة، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وسلامه يعطي هذه الدروس العظيمة ويحتفي بالأطفال. ولله در الحافظ ابن حجر عندما وقف أمام هذا المشهد ليقول كأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم حاجة الصغيرة والرحمة بالصغيرة على كمال الخشوع في الصلاة، لأن هذا الدين هو دين الرحمة، لأن هذا الدين هو دين الرحمة المشاعة التي ينبغي أن نتعلمها من نبي الرحمة عليه صلاة الله وسلامه. النبي عليه صلاة الله وسلامه كان مع الصغار، وكما قال أنس ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يلاعبهم، كان يصف بني العباس ويقول من سبق إلي فله كذا، فيرتمي هؤلاء الصغار، لأن المرمى، لأن هدف السباق، نهاية السباق عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيرتمي الصغار على صدره وعلى ظهره فيقبل ويداعب ويضاحك عليه صلاة الله وسلامه. كان النبي إذا مشى في الطرقات يلتف حوله الصغار، والصغار لا يلتف إلا حول رجل عظيم، فكان يداعب ويلاطف ويمسح الخدود والرؤوس. قال فمسح خدودنا ومسح خدي فما رأيت يدا ألطف ولا ألين من يد النبي عليه صلاة الله وسلامه. النبي عليه صلاة الله وسلامه يمشي في الطرقات مع أصحابه فيجد الحسين يلعب في التراب، فيبدأ النبي في المطاردة، الصبي يجري وصاحب الرسالة يجري خلفه ويفتح يديه حتى اصطاده، ثم قبله ثم حمله ومضى به ثم أنزله عليه صلاة الله وسلامه. نبينا عليه صلاة الله وسلامه كان يعيش مع هؤلاء الأطفال، كان يربيهم بهذه المعاني الكبيرة التي لا بد أن نقف عندها، لأن الطفولة هي المستقبل، ولأن الطفولة هي الأمل، ولأن الطفولة هي أغلى ما نملك بعد هذا الدين، بل بهم ينتصر هذا الدين عندما نحسن القيام بواجبنا تجاههم. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء طلع التمر أو جاء شيء طريف أن يقدمه لأصغر الموجودين، لأن باكورة الثمر لباكورة الإنسان وهي الطفل. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بقطعة قماش جميلة فقال من ترون نكسوها، فسكت الصحابة عليهم من الله الرحمة والرضوان، فقال النبي لخالد بن سعيد بن العاص أين أم خالد؟ طلب منه أن يأتي بأم خالد. أتدرون كم كان عمر هذه الصغيرة؟ نحو من حولين، طفلة صغيرة. والعظمة هنا أن صاحب الرسالة يعرف أسماء الصغار ويكنيهم،
فذهب الرجل، وهذا فيه تكريم للأسرة وتكريم للطفولة في شخصية أم خالد هذه الصغيرة الكبيرة باهتمام النبي بها، عليها من الله الرضوان. فجاء بالطفلة الصغيرة، هل قال خذ هذا الثوب واكثوها؟ بل كساها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلما مشت في ذلك الثوب وهي تجول في مجلس النبي بين الصحابة قال هذا سنن يا أم خالد، يداعبها لأنها كانت قد ولدت في الحبشة، وكأن هذه الكلمة تدل على استحسان هذا الشيء. ثم بعد ذلك أخذت الصغيرة تدور، فدارت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذت تعبث بخاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فزبرها أبوها، فنهاه النبي عليه الصلاة الله وسلامه. أي سماحة ينبغي أن تتعلمها الدنيا من رسولنا عليه الصلاة الله وسلامه، من هذه الأريحية التي كان يجدها الطفل معه وبين يديه عليه الصلاة الله وسلامه. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يتسابق إلى ظهره الحسن والحسين، ليس مرة واحدة كما ورد، بل كان ذلك يتردد مرارا خاصة في النوافل. قالت فاطمة فكنا نمنعهم فكان ينهانا عليه صلاة الله وسلامه. وفي مرة أطال السجود بأصحابه حتى ذهبت بالصحابة الظنون، ظنوا أنه قبض، ظنوا أنه يوحى إليه، بل وجد من الصحابة من رفع رأسه لينظر، قال فإذا الصبي قد ارتحل النبي عليه صلاة الله وسلامه. فلما فرغ من صلاته قالوا رأيناك أطلت في بعد صلاتك حتى ظننا أنه يوحى إليك، حتى ظننا أنك قد قبضت. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابن ارتحلني فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي نهمته، فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي نهمته. وهذا درس لعلماء النفس في كل زمان ومكان، فإن الاستقرار في نفوس الأطفال لا يتحقق إلا إذا شبعوا عاطفيا. النبي وهو ساجد لله يريد للطفل أن يشبع من الجلوس وينزل وحده، وفينا إلى اليوم من إذا ركب الطفل على ظهره رمى به وزجر الأهل وغضب وتغيظ، أما صاحب الرسالة نبي الرحمة فقد سجد وأطال السجود حتى يقضي الطفل نهمته. ولن نفوز بقادة ناجحين أو بطلاب مبدعين إلا إذا تحقق لهم هذا الاستقرار الذي شهدناه عند النبي والصبي يبول على صدره، وشهدناه عند النبي والصبي يركب على ظهره وهو ساجد في صلاته لله سبحانه وتعالى. إن نبينا عليه الصلاة الله وسلامه كان يعيش مع الأطفال همومهم. قال أنس كان لي أخ صغير، أو قال فطيم، يعني نستطيع أن نقول حول السنتين أيضا، وكان له طائر يلعب به. فكان النبي إذا زارنا يقول أبا عمير ما فعل النغير، وهذا معنى تربوي كبير، النزول إلى مستوى الصغار، سؤال الصغار عن اهتماماتهم ثم الصعود بهم ومعهم إلى أعلى. هذا كان هديا لرسولنا عليه صلاة الله وسلامه. بل مات هذا العصفور أو هذا الطائر فوجد النبي أبا عمير حزين فواساه، جلس يواسيه ويعزيه ويخفف عليه عليه صلاة الله وسلامه. إن أعلى الدراسات النفسية اليوم تصل إلى أن صغارنا بحاجة إلى أن نعيش معهم الهموم، إلى أن نقدر الانفعالات التي تصدر عنهم وإن كانت تافهة في نظرنا. فهو يحزن لعصفور والنبي يشاركه الأحزان في عصفور كان عنده، في طائر كان عنده فمات. إن رسولنا عليه الصلاة الله وسلامه نمى عند أولئك الصغار معاني الرجولة، معاني الكرامة، احترم مشاعرهم، بنى في نفوسهم عناصر الثقة. أين نجد هذا؟ كأني بالنبي عليه الصلاة والسلام قدم له الكأس ليشرب، كان يقف إلى جواره ابن عباس الغلام الألمعي، وعن يمينه الأخرى الأشياخ الكرام سادة الصحابة عليهم من الله الرضوان، والكأس مجراها اليمين. صاحب الرسالة يشرب،
ثم يقول لمن على يمينه وهو الطفل الصغير: أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال الغلام الألمعي وأعظم به من فتى ذكي: لا يا رسول الله، ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. فتله النبي في يده، تله النبي في يده. إننا بحاجة إلى أن نتذكر هذه المعاني، ويؤسفنا أن نقول بعد القرون المتطاولة لو أن طفلا فعل هذا لعاتبناه وقلنا: ما تحترم الكبار؟ كيف تريد أن تشرب قبلهم؟ لكن صاحب الرسالة يريد أن يعطي هذه الدروس العظيمة. والمشهد تكرر مع ابن عباس الذي كان ألمعيا ففاز بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ومرة أخرى قدمت الكأس للنبي عليه الصلاة والسلام في بيت ميمونة، وهي خالة لخالد وخالة لابن عباس أيضا، وكان ابن عباس في اليمين والكأس مجراها اليمين. فقال النبي بعد أن شرب لابن عباس: أتأذن لي أن أعطي ابن خالتك؟ فقال ابن عباس: لا، ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. وهنا درس آخر، كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى العلاقة، ويشير إلى أن هناك معنى عظيم جدا. نحن بحاجة إلى أن نقف مع النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته مع الصغار. أصغر رواة السنن محمود بن لبيد يقول: عقلت مجة مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهي وأنا ابن 5 سنين. الحركة التي يفعلها بعض الناس يملأ فمه بالماء ثم ينفخ به تجاه الطفل، عملها النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الصغير، وعملها النبي لزينب بنت أم سلمة، يعني ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تقحم على النبي في مغتسله، فكان يرشها بالماء، يردها بالماء، فترك الماء نظرة في وجهها، فكانت نظرة الشباب ترى في وجهها بعد 80 من عمرها رضي الله عنها وأرضاها. إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا هذه المعاني في تعامله مع هؤلاء الصغار عليه صلاة الله وسلامه، بل كان يسلم عليهم وهم في لعبهم. وفينا من لا يسلم على الكبار، وفينا من لا يسلم إلا على من يعرف. أما صاحب الرسالة فكان يسلم على الصغار وهم في لعبهم. مر أنس على أطفال وهم يلعبون فسلم عليهم ثم قال: هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة الله وسلامه. إننا بحاجة إلى أن ندرك هذه المعاني العظيمة، إلى أن ندرك أسرار النجاح الذي تحقق لجيل الصحابة ومن بعدهم. إن الجيل الذي توجه إلى كسرى فكسر شوكته، وإلى قيصر فقصر سلطانه، هو جيل تربى في هذه المدرسة، في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام التي أعطى فيها الطفولة حظها وحقها من الرعاية والاهتمام. لا والله، ما قصر في حق الأطفال ولا تجاوز الاهتمامات، علم الدنيا حاجة الأطفال إلى اللعب. ولذلك النبي لم يغضب من أنس لما ذهب في اللاعبين، لأن اللعب حاجة للطفل، واللعب مهارة ينبغي أن يتدرب عليها الطفل. وآخر الدراسات التربوية ينبغي للطفل أن يلعب في الأمور التي سيمارسها على سبيل الجد في حياته. إذ الألعاب النموذجية ليست الألعاب الإلكترونية، بل هي قاتلة، بل فيها أضرار كبيرة. لكن الألعاب التي فيها حركة، التي فيها أدوار، التي فيها صراع، هي الألعاب المفضلة لهؤلاء الصغار. فما أحوج الصغار إلى براري يلعب فيها، إلى طين يلعب به، إلى مشاركة من الكبار والصغار في هذا اللعب، كما كان النبي يفعل عليه صلاة الله وسلامه. كان يدخل وربما انحاز على فريق فيتوقف الآخر فيشجع الجميع، يقول: العبوا فأنا معكم كلكم، عليه صلاة الله وسلامه. إن نبينا عليه صلاة الله وسلامه يريد أن يعلمنا أن المستقبل للأمة يبدأ من الاحتفاء بهؤلاء الصغار، من تربيتهم على أداب هذا الدين. والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، كما قال الغزالي، وهو قابل لكل ما ينقش عليه، مائل إلى كل ما يمال به عليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة أبواه،
والمعلمين له والمؤدبين، وإن عوِّد الشر وأُهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة والديه والمعلمين له والمؤدبين. إن رسولنا عليه صلاة الله وسلامه كان يكتشف عند الصغار المهارات، وكأني به يمر والأطفال في لعبهم فيجد عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم قد اتخذ ما يشبه الدكان أو البقالة يبيع للصغار، فسر النبي من مهارته ودعا له، فكان من أعظم تجار الأمة ورجال الأعمال فيها رضي الله عنه وأرضاه. إن رسولنا عليه صلاة الله وسلامه نظر إلى القعقاع وهو أصغر القوم فوجد فيه المعية القيادة، فقال: ماذا أعددت للجهاد يا فتى؟ فقال: إيمان بالله وسيفي هذا. فكان النبي يضع يده على قائد من أعظم قادات التاريخ والدنيا، إنه القعقاع الذي كان يتمنى الخلفاء والأمراء وجوده بعد موته في تلك الليالي الحاسمة التي ينتصر فيها الدين، والتي يقاتل فيها أهل الإسلام من يقف في طريق الهداية والرحمة التي نريد لها أن تنتشر، لأنها رحمة للعالمين وهداية للعالمين. ورسولنا بعث لهداية الناس ولم يبعث لقتلهم، وهذا المعنى فهمه الصحابة الكرام، فكان همهم أن ينتشر هذا الإسلام وأن ينتصر هذا الدين وأن يدخل الناس فيه في دين الله أفواجا. إن رسولنا عليه صلاة الله وسلامه عاش مع الأطفال ورباهم، أهلهم ليكونوا قادة للمستقبل، وهذه رسالة لكل أب، ورسالة لكل أم، ورسالة لكل مربي، من أجل أن نقوم بهذا الدور. فإن أيسر أعمال المربي، بل هي خارج أعمال المربي، هي أن يأتي بالطعام والشراب، وذاك ما تحتاجه يحتاجه الحيوان البهيم، ولكن الأطفال يحتاجوا إلى رعاية، يحتاجوا إلى أن نأخذ بأيديهم إلى بيوت الله، أن نأخذ بأيديهم إلى قيم هذا الدين، أن يشاركونا في حياتنا وأكلنا وشربنا. وقد شارك أنس، شارك أنس حتى في الغزوات مع رسولنا عليه صلاة الله وسلامه، وشارك عبد الله بن الزبير، وكان الصحابة يذكر لأولادهم ولصغارهم مغازي النبي ويعلمونهم إياها كما يعلمونهم السورة من القرآن. لذلك نشأ المجد، ولذلك استطاعت هذه الأمة أن تشرق بهذا الخير. فنحن أمة لم يخرجها الله لنفسها، ولكن كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله العظيم أن يعيننا على فهم هذا الدين، حتى نعطي الطفولة حظها وحقها، من أجل مستقبل يسر به رسولنا الذي يفاخر بنا الأمم، وإنما يفاخر ويكاثر بالمصلين الراكعين الساجدين. نسأل الله العظيم أن يتولانا وإياكم برحمته، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى، ورضي الله عن أصحابه الذين ارتضى. نبي الرحمة أعطى الطفولة حظها وحقها من الاهتمام، وكأني بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد جلس معه على مائدة الطعام عمر بن أبي سلمة وهو طفل صغير تطيش يده في القصعة. وهذا درس عظيم، طفل يأكل ما أعظم من مشى على وجه هذه الأرض، هل تضجر؟ هل رفض؟ كما يفعل بعض من يتكبر فينا. لكن صاحب الرسالة لاطف هذا الصغير وأمسك بيده الصغيرة وقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. درس لنا قبل أن يكون للصغار. إن رسولنا لم يحتاج إلى أن يعيد هذا التوجيه، لأن التوجيه الذي يقبله الصغير توجيه ينبغي أن تكون فيه النبرة واضحة وجميلة، تصاحبها نظرة حانية، يغلفها حب، يصاحبها هدوء، في عبارات قصيرة. الطفل يقبل بهذه الطريقة، وهذه الأسس التي ينبغي أن نتخذها في تعليمنا للصغار. إننا كثيرا ما ننزعج عندما يعبث الطفل في الطعام،
فنأتي فنقول أنت فعلت وأنت عملت وأنت صراخ. أتدرون بماذا يخرج الطفل؟ يخرج فقط بنتيجة واحدة: أبي لا يحبني، أمي لا تحبني. لكن صاحب الرسالة يا غلام، وفي بعض الروايات يا بني أدنه قرب واحتواء وتواصل جسدي ثم تعليم هادي: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يديك. عاش عمر بن أبي سلمة نحو 85 سنة، قال حينها: فما زالت تلك طعمتي منذ يومئذ، فما زالت تلك طعمتي منذ يومئذ. إن نبينا عليه الصلاة الله وسلامه يضع لنا القواعد التي ينبغي أن نتعامل فيها مع هؤلاء الصغار. يدعونا عليه الصلاة والسلام إلى أن نعدل بينهم، إلى أن نكتشف ما عندهم من مواهب، إلى أن نعدل بينهم في النظرة واللمسة والقبلة. بعض الناس يمسح رأس الطفل الأول ويسلم على الثاني ويقبل الثالث، ما عدلت بينهم. ولذلك مضى معنا قال: ومسح خدودنا ومسح خدي. حتى في الحركة التربوية التي يقوم بها لا بد من العدل بين هؤلاء الصغار. إن رسولنا عليه الصلاة الله وسلامه الذي عاش معه أولئك الصغار كما قلنا أحبوه أحبهم والتفوا حوله، يرسم لنا منهاج في التعامل مع هؤلاء الصغار. ولذلك لم يكن عجيبا أن تكون تلك الثمرات الطيبة، فالصغار من الصحابة كانوا كبار في الهم الذي يحملونه. لذلك لم يكن عجيبا أن يأتي عبد الله بن الزبير، وهذا أحد الذين حنكهم النبي ودعا لهم وابتهج الصحابة بميلاده لأنه أول مولود وأغاظ الله به أعداء الله، جاء يقود الأطفال الصغار ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على طاعة النبي في المنشط والبكرة. قال: يا نبي الله، بايعك الرجال وبايعتك النساء، ونريد أن نبايعك نحن. فرحب بهم صاحب الرسالة لأنه كان يخرج منهم رجال، كان يصنع منهم أبطالا عليه صلاة الله وسلامه. شاركوه في ليله ونهاره، شاركه ابن عباس في قيام الليل، شاركوه في سائر أحواله عليه صلاة الله وسلامه. كان يتفقدهم، يغرس في نفوسهم كما قلنا عناصر الثقة، يدعو عبد الله بن جعفر ثم يحدث بحديث يقول لا تخبر به أحدا. أي عظمة هذه! سر من الرسول، سر للأمة عند طفل. وأيضا يرسل أنس رضي الله عنه وأرضاه في حاجة، فتلتقي به أمه، قالت: إلى أين يا أنس؟ قال: في حاجة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فما هي حاجة النبي؟ قال: ما كنت لأخبر بسر النبي أحدا. لو كانت من أمهاتنا، لو كانت من زوجاتنا، قالت: أنا فقط، أنا أمك تخبرني. لكنها وهكذا التربية لا تخبر بسر رسول الله أحدا. قال: نعم أمه، ولو كنت مخبرا أحدا لأخبرتك أمه. عاش أنس يحفظ السر للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث بعد وفاة النبي، فقال له تلميذه الألمعي ثابت البناني: فما سر النبي عليه الصلاة والسلام يا أنس؟ قال: ما كنت لأكتم سره حيا وأفشي سره بعد أن مات عليه صلاة الله وسلامه. عن أي تربية نتكلم؟ إنها التربية التي ينبغي أن تسمع بها الدنيا. وصدقوني، لا تربية ناجحة إلا على هذا الهدي النبوي، لأنه لا تعرف أسرار الصنعة إلا من الصانع، ولا يعرف أسرار المخلوق سوى الخالق. والمؤسسات التربوية الغربية أعلنت إفلاسها، إنهم قالوا: لقد استطعنا أن يكون الإنسان في أجساد لامعة منعم البدن، يطير في الفضاء، يغوص في الماء، لكننا فشلنا في إسعاده. بل بلاد الازدهار عندهم هي بلاد الانتحار، ونحن وحدنا الذين نملك هذا المنهج، لأن هذا المنهج من خارق الإنسان. وقبل سنوات المؤسسات الغربية كتبوا لمؤسساتنا وقالوا: هيا نتفق على منهج للتربية. فقالوا لهم: مناهج التربية فرغ منها عندنا ببعثة الهدى عليه صلاة الله وسلام. تاريخنا من رسول الله مبدأه، وما سواه فلا عز ولا شان. محمد أنقذ الله الدنيا ببعثته،
محمد أنقذ الله الدنيا بدعوته، ومن هداه لنا روح وريحان. فلا كمال في التربية، ولا كمال في الأسرة، ولا كمال في الحياة إلا بالعودة إلى هدي رسول ما كان يتكلم من عند نفسه، ولكن الأمر كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو الإسلام ما للناس عنه، إذا ابتغوا السلامة من غنائي، فإذا تولت شعوب الأرض عنه، فبشر كل شعب بالشقاء. نسأل الله العظيم أن يردنا إلى دينه وإلى كتابه وإلى هدي نبيه ردًا جميلًا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنًا مطمئنًا، وسائر بلدان المسلمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أيد إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أيد إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين، وألِّب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. واجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلدان المسلمين. واجعل اللهم الصلاح ميراثا في ذرياتنا إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن صحابتي أجمعين، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على جزيل نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تراصوا واعتدلوا، سعوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تحاذوا بالمناكب والأقدام، تراصوا واعتدلوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا، لتبتغوا فضلا من ربكم، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر، سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.